بسم الله الرحمن الرحيم. تتذكروا حضراتكم في شهر يوليو الماضي كان في لقاء في القاهرة بين السيد الرئيس ورئيس وزراء إثيوبيا، وتم الاتفاق على جلسات مفاوضات بين البلدين مع السودان، وإن احنا خلال 4 شهور نوصل لاتفاق قانوني ملزم. تم الاتفاق على كده. ربما بدأنا بعد شهرين تقريبا في سبتمبر، بدأنا مفاوضات أولى في القاهرة، ثم أديس أبابا، ثم القاهرة، ثم أخيرا أديس أبابا. ومن الآخر كده، أي مواطن كان عارف أن إثيوبيا لن توفي بأي وعد، المواطن العادي، مش هكلمك على السياسي، لأنه طبيعة إثيوبيا وعلى مدار التعامل معها سنوات طويلة إن هو طول الوقت يستغل الأوقات، تفاوض أكتر عشان يكمل أمر واقع، سياسة أمر واقع، هنبني، هنعمل ملأ أول، تاني، تالت، رابع، ورايحين للخامس إلى آخر ذلك. الدولة المصرية، ويكون معنا الدكتور محمد غانم حالا المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، لكن برجع حضراتكم عشان اللي جاي مهم قوي، استغلوا فوضى يناير 2011. ملي الزناوي وقتها 3 ابريل 2011 وضع حجر اساس هذا السد، السد الاثيوبي اللي كان الاول اطلقوا عليه الألفية، ثم غيروا الاسم الى سد الخراب او النهضه حسب مسماهم، خراب بالنسبه لي وبالنسبه لهم النهضه. واشتغلوا مفاوضات مصر بلد عندها نفس طويل في المفاوضات، وبلد تتمنى الخير للكل، والرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مرة بيتكلم عندناش مشكلة على الإطلاق، احنا عايزين الخير للثلاث دول، يعني اعمل السد بس ما تضرنيش، واحنا عايزين التنمية ليكم بس ما تضرنيش ولا تضروا السودان. وصلنا النهاردة إلى الطريق النهائي، خلاص مصر أعلن بشكل واضح المفاوضات فشلت. إيه اللي حصل؟ إيه الحقيقة؟ دكتور محمد غانم، أول مساء الخير. أهلا. إحنا خلاص كده مفيش مفاوضات أخرى، انتهت. انتهت المسار التفاوضي بين مصر وإثيوبيا فيما يخص. لا دكتور غانم، أنا عايز أسمع حضرتك كويس، معلش، لأنه ده ملف، معلش صوت، ممكن اتفضل. بحكم حضرتك دي نهايه لا المرحلة. دكتور غانم، هرجع تاني لان انا عايز كل كلمه اسمعها والناس تسمعها. هنطلب حضرتك مره اخرى، معلش انا اسف، هيكون معانا دكتور محمد غانم، ولكن انا عايز حضرتك كمواطن، احنا بنحافظ على امننا القومي والمائي، لو في اي مشكله وفي ضرر القانون الدولي بيدينا ده، المواثيق الدوليه اللي بتدينا ده، لا يمكن ابدا حد، لانه ده نهر دولي ليس نهر اثيوبي، النيل الازرق ده ليس نهر ملك الاثيوبيا زي ما هم بيحاولوا، اثيوبيا عايزه تحول النيل الازرق انه نهر داخلي،